السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أشارك معكم في هذا الفيديو كيفاش نلمعوا النحاس الأحمر. مكون متواجد تقريبا في أي منزل، سهل وبسيط وما يديلكمش كامل الوقت، يعني ديروا منه شوية فقط وتحكوا كذلك شوية فقط وراح يولوا بهذا اللمعان البارق اللي راكم تشوفوا فيه. راح نصلوا كامل على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، قولوا بسم الله وعلى بركة الله وندخلوا مباشرة في الفيديو ديالنا. عندي هاد المقلات كيما راكم تشوفوا، كنت طيبت فيها وشاركت معكم بها وصفة، راح نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. المكون الأساسي والوحيد تاعنا هو الكاتشب. هنا حنعبصوا شوية من الكاتشب، يعني واحد زوج مغارف كبار ولا، وتقريبا على حسب يعني الحجم تاع الآنية. هنا باليد فقط لأنه مكون آمن وماهوش يعني حاجة كيميائية اللي تضرنا ولا. هاي ليك راح تجوزوا كامل على هذيك الآنية ديالكم، يعني حاولوا ديروا كمية مليحة هكذا باش تتفاعل بسرعة. هاي ليك بعد ما طليتها كامل راح نحطها تروبوزي واحد زوج دقايق فقط، يعني ما تطولوش بزاف، زوج دقايق ونعاودوا ونرجعوا ليها. وهنا ما تجيبوا لا لاجاكس لا هذاك الحبل تاع السلك لا حتى حاجه، فقط هذيك لافات اللي تغسلوا بها المعن العاديه، تحكوا شويه فقط بضع ثواني وشوفوا اللمعان. هاي ليك ولات جديده كيما يعني كانت في الاول كامل، يعني الاواني النحاسيه الحمراء هادو لما نطيبوا بهم تمتم يتفاعلوا مع النار. ومن المستحسن لما تكون عندكم يعني آنية هكذا، يعني نحاس الأحمر نحاس الصفر راه غالي، يعني كي تكسبي حاجة في دارك هكذا ولا كي شغل راكي كسبتي حاجة تاع الذهب، يعني ضروري ضروري تحافظي عليهم. أنا هاد المقالي عندي تقريبا واحد الخمسة ولا داخل بعضهم، حتى المقلة الصغيرة كامل شريتهم للصديقة تاعي من الترك، يعني نوعية جيدة، يعني حتى في الترك لما تلقاو هاد المقالي كاين زوج أنواع. هو يقول لك يعني اسكو راكي حابة تشري الخفيفة فقط، هذيك يديروها فقط للتقديم، ولا تشري هاد النوعية الخشينة، يعني تقدري ديرها فوق النار وتطيبي بها عادي ما راحش تتأثر. حتى أنا من نطيب بها يعني وين نغسلها شوية كاتشب فقط من الفريجيدير ولافات ونبرقها كيما راكم تشوفوا في ثواني راح تولي تبرق بريق، يعني بهذا التدبير ان شاء الله ما راحش تحيروا كامل. اذا عندكم اواني نحاسيه حمراء يعني للزينه تقدروا كذلك تستخدموا نفس الوصفه. اذا كان عندكم طناجر ولا قدره ولا فطيبوا فيها وعينيكم مغمضين ما تحيروش كامل. انا عطيت لكم هذا التدبيره وراهي ناجحه 100% وكل حاجه راهي قدامكم، يعني ما زدت فيها ما نقصت فيها. وين تحكوها مليح مليح ضربوا لها هكذا باش نحيو لها كامل هذاك الكاتشب، ومن بعد نديروا لها رغوه. ولما ديروا لها الرغوه واش نقول لكم، تبداو تحسوا كي شغرك ورافد حاجه تضوي في يديكم، تولي يعني روعه روعه. لما تزيدوا ديروا لها الرغوه تزيد تولي تبرق خير وخير. هاي ليك دوكا نشلوها تحت العين مليح مليح ونوري لكم النتيجه النهائيه، يعني حتى من الداخل شوفوا كيفاش كانت، يعني كانت كحله كامل. حكيتها كذلك بالكاتشب فقط، درت لها شويه وزدت جوزت عليها ولات تبرق من الداخل ومن الخارج. هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها، شوفوا يعني يدي كيفاش راهي تبان. هاي ليك دوكا نخليها تشيح شويه فقط ونزيد نحكم لها تشلق ناشف، نجوز لها كامل كما تعرفوا يعني ما تاع الروبيني لو كان تخلوه ينشف يعني على الحوايج يبقاو كي شغل واحد القطرات هكذا مضبين، ولهذا غير يشيحوا شويه زيدوا جوزوا لهم من الفوق. كذلك عندي هاد الاواني النحاسيه، عندي هاد المقلات الصغيره، عندي مقلات كبيره واحده اخرى، هاد الكسرونه وكسرونه راح نوريها لكم دركا في اخر الفيديو كامل. هاد المجموعه شريتها من الحاميز، كامل هاد المعلومات تقريبا راني ديرتهم لكم في فيديو مشترياتي لداري جديدة، راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله. هاي ليك هذه هي النتيجة النهائية، ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. نوعدكم باش نزيد ندير لكم فيديو كيفاش نديروا بخلطات طبيعية منزلية للنحاس الاصفر يخرج يضوي. وصلنا لنهاية الفيديو وفي الاخير ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.